متسابقا شفت فينا سلام عليكم. انا فتبت مباشر هنا مدينه تطوان، توصلنا بحصيله اليوم حسب بلاغ وزاره الصحه. الحمد لله تطوان الحمراء والبيضاء اليوم كتسجل حاله واحده مؤكده وصفر حاله وفاه خلال 24 ساعه الماضيه. اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم عن ظهور 468 حاله مؤكده، كترفع العدد الاجمالي الى 525443، فيما عدد الوفيات 4 ديال الوفيات على المستوى الوطني، كترفع العدد الاجمالي الى 9225 حاله ديال التعافي. اليوم 390 حاله، كترفع العدد الاجمالي كذلك الى 512487. اذا من تطوان دائما متسبعين اللي سجلت المدينه حاله واحدة الحمد لله وصفر حالة وفاة. بغينا الدعوات ديالكم نرفع لنا الوباء، بغينا بالفعل الناس تاخذ الامور بجدية وبروح المسؤولية. للاسف ان الحاصلة فيما يخص الحالات النشطة مازال كترتفع، 3731 هناك كندقوا ناقوس الخطر. فيما يخص العدد الاجمالي ديال الحالات الخطيرة او الحالات الحرجة هي ارتفعت الى 187 حالة، 25 حالة خطيرة خلال 24 ساعة الماضية فقط. الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي 4، والحالات تحت التنفس الاصطناعي الغير اختراقي 72، فيما عدد الوفيات على مستوى الجهات، جهات الدار البيضاء 16 حالة وفاة، جهات الرباط سلا القنيطرة حالة وفاة واحدة بالقنيطرة، جهات مراكش أسفي وجهات سوس ماسة وجهات طنجة طوال الحسيمة 0 حالة وفاة، جهات فاس مكناس حالة وفاة واحدة بفاس، جهات درعة تفيلات وجهات العيون السقية الحمراء وجهات الشرق وجهات الداخله والدار صفر حاله وفاه. فيما جهات بني ملال خنيفره سجلت حالتين، حاله بخريبقه وحاله بني ملال، وجهات قلميم ودنون صفر حالات وفاه. اذا اعلنت وزاره الصحه اليوم عن ظهور 468 حاله مؤكده جديده، كترفع العدد الاجمالي الى 525443، الوفيات 4، والحالات الناشطه للأسف كترتفع إلى 3731. فيما يخص الجرعة الأولى المستفيدات والمستفيدين من التلقيح 9,372,198، والجرعة الثانية 7,889,708. إذا نتمنى دائما الدعوات ديالكم متسابقة تشوف تيفي، الله يرفع علينا هذه الوباء، نتمنى ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل تزامنا مع فصل الصيف ودخول الجالية المغربية. طبعا بغينا يكون التباعد ومسافة الأمان والاحتياطات اللي كتوصي بها وزاره الصحه. طبعا العدد الكبير ديال المغاربه اللي دخلوا مرحبا بهم في بلادهم عبر المطارات وغيبداو عبر الموانئ كذلك. اليوم في ميناء المتوسطي دخلت باخره كذلك، مرحبا بكل الجاليه المغربيه. اذا مزيد من الحيطاء والحذر، اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم عن ظهور 468 حاله، كترفع العدد الاجمالي الى 525443 ديال الحالات، الوفيات 4 ديال الوفيات، كترفع العدد الاجمالي الى 9225، والحالات ديال التعافي 390، كترفع العدد الاجمالي الى 512487. ولكن الحالات النشطه للاسف مازال كترتفع. واش هاد المصابين ملقحين ولا لا؟ سؤال ما عندناش معطيات واش ملقحين، ولكن لا اعتقد انهم يكونوا ملقحين، لان اللي ملقح ممكن يتصاب ولكن تكون حالة طفيفة، ولكن الحالات الحرجة والحالات الخطيرة بما لا شك فيها يكونوا مازال ما داروش التلقيح. نتمنوا ان الناس اللي وصلهم السن ديال التلقيح انهم يديروا التلقيح، وهذا نداء باش يمكننا نتغلبوا على هاد الجائحة. وما ننساوش ان الحالات الخطيرة والحرجة اليوم عندنا العدد الاجمالي 187 حالة خطيرة، راه ماشي سهلة، رقم كبير. الله يحفظ. إذا نتمنى دائما الدعوات ديالكم. على المستوى الوطني كاين 4 ديال الوفيات كما قلت، على الحالات المؤكدة على المستوى الوطني 468. نتمنى دائما الدعوات ديالكم الله يرفع لنا هذا الوباء، نتمنى ترجع المياه المجاريها في القريب العاجل، نتمنى نتغلبوا على هذه الجائحة وترجع الحياة الطبيعية، هذا هو الأهم. إذا من تطوان دائما تطوان الحمراء والبيضاء كتسجل حالة واحدة فقط وصفر حالة وفاة. بغينا بالفعل في القريب العاجل يرجع المغرب خالي من كورونا والعالم كذلك، وتنتعش الحركة الاقتصادية والسياحية، هذا هو الأهم. طبعا هي معدودة فقط تفصلنا عن بداية الموسم فصل الصيف. بغينا الدعوة ديالكم، بغينا ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل إن شاء الله. بيك أنت أخي وأنت يا أختي، كل واحد يتحمل مسؤوليته، كل واحد يساهم في التعبئة وفي مسافة الأمان وفي الكمامة كذلك، لأن مازال الرقم ديال التلقيح مازال لا وصلنا 16 مليون، رقم مهم وكبير ولكن بغينا نتجاوزوا الرقم المعلوم
باش يمكننا نكونوا وصلنا للحمايه الجماعيه. إذن من تطوان دائما لمدينة الشجلت فيها حالة واحدة فقط من السبع قناة شوفت فين تمنوا الدعوة ديالكم، تمنوا ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل. وعنذكركم بعجالة الأرقام ديال اليوم، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن ظهور 468 حالة مؤكدة جديدة كترفع العدد الإجمالي إلى 525443، فيما عدد الوفيات 4 كترفع العدد الإجمالي إلى 9225، والحالات التعافي الحمد لله ديال الشفاء 390، والحالات النشطة 3731. السؤال اللي مطروح متسبعينا هو ديال الحالات النشطة اللي مازال مرتفعة، نتمنى وإن شاء الله في القريب العاجل تنتعش الحركة الاقتصادية والسياحية وترجع المياه على مجاريها، هذا هو الأهم. بغينا نتغلبوا على الجائحة، بغينا ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل. متسبعي قناة شوف تيفي، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، نتمنى تكونوا قضيتوا معنا اوقات جميله في هذه الدردشه. وهذه حصلت اليوم بعد ما شجلت تطوان الحمراء والبيضاء حاله واحده، ونتمنوا في القريب العاجل ان شاء الله ترجع المياه لمجاريها ونتغلبوا على الجائحه ونستأنف الحركه الاقتصاديه والسياحيه والتجاريه كذلك، ومرحبا بكل الجاليه المغربيه في بلادهم، هذا هو الاهم. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، نلقاكم بخير مع مباشر اخر بعد قليل. كان معكم معتكف كالعاده، الى اللقاء.